الحرام راه حمار الحرام راه احس بالعباد شوي. الله اكبر الله اكبر. تو ما عندنا حتى بلاصه نتاع باش نحطوا فيها مريض قادم، ولينا نستناو شكون باش يتوفى باش نحطوا فيها مريض. لا يعني هذه وضعيه ثالث مره نجي، ثالث مره نجي وجيت نجي ونروح، نجي ونروح، والله شيء غير معقول. كل يوم تصير بدعة على مستوى إدارة الأزمة هذه متاع كوفيد، خلتنا الحق يلزمنا ناخذ القرار اللي المسؤولية تحتم علينا كوننا نتخذوه. لابد أن يتحمل الذي تسبب فيه المسؤولية كاملة، والتونسيون والتونسيات ليسوا بالأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك.